السلام عليكم. بايدن يهدد بوتين برد حاسم وعقوبات في حال غزو أوكرانيا. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن إقدام روسيا على غزو أوكرانيا سيترتب عليه ردا حاسما وسريع من الغرب. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين استمر ساعة كاملة، وجاء على مواقع ومعلومات استخباراتية أمريكية بأن روسيا ستهاجم أوكرانيا خلال الأولمبياد. وشدد بايدن على أن الغزو الروسي لأوكرانيا سينتج عنه معاناة واسعة النطاق ويضعف من مكانة روسيا في العالم. وبحسب بيان البيت الأبيض، قال بايدن إن بلاده وحلفائها وشركائها سيردون بشكل حاسم ويفرضون عقوبات سريعة وشديدة. وأضاف البيان أن الرئيس بايدن كان واضحا مع الرئيس بوتين أنه بينما تظل الولايات المتحدة مستعدة للانخراط في الدبلوماسية بالتنسيق الكامل مع حلفائها وشركائها، فإنها مستعدة بنفس القدر لسيناريوهات أخرى. وأثار تعزيز روسيا لقواتها وأنشطتها العسكرية بالقرب من حدود أوكرانيا المخاوف من احتمال غزو روسي لأوكرانيا، غير أن موسكو تنفي وجود أي خطط بذلك. وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن الرئيسين تطرقا خلال محادثاتهما المباشرة إلى جميع القضايا التي أثرتها الولايات المتحدة علينا، وأضاف لا زال من غير الواضح ما إذا كان بوتين يرغب في اتباع مسار دبلوماسي. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.